ملايين دولار أمريكي أوصى بها السيد لطفي العنابي إلى ابنة أخيه المدعوة نرجس العنابي. مليوني دولار أمريكي لنرجس، وتوزع الثلاثة الباقية على أبناء السيد حمدو العنابي، ويرجع تقدير حصة كل منهم لنرجس العنابي المكلفة بتنفيذ وصية السيد لطفي العنابي بما يتعلق بحصة أفراد عائلة السيد حمدو العنابي، ويتم ذلك بعد استلامها كامل المبلغ أو من ينوب عنها بتكليف قانوني من قبلها. ثانيا، في حال ثبوت وفاة المدعوة نرجس العنابي، يذهب المبلغ الموصى به لها إلى ورثتها الشرعيين حسب الأصول، ويوزع ما أوصيت به إلى أبناء السيد حمدو بحسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية، وذلك بعد إثبات الوفاة بالأوراق القانونية وبتحليل الDNA. ثالثا، أوصي بمبلغ وقدره مليون دولار إلى من يجد نرجس أولا من عائلة العنابي أو من فروعها. رابعا، يعتبر السيد المحامي مارك مورغان والسيد المحامي زهير الكرخي مكلفان بتنفيذ وصية القانونية. هاي وصية المرحوم عمكم. استاذ، قديش قلت المبلغ؟ قديش؟ 5 ملايين دولار أمريكي. 5 ملايين ومليون دولار للي بوصل لنرجس أولا. 6 ملايين دولار؟ قديش يعني يا دول؟ 300 مليون ليرة يا جواري. عمكم المرحوم فهمي تماما قصة أختكم نرجس، لهيك هلا أنتم مجبرين تدوروا عليها إذا كان بدكم حصتكم من الورثة أو المليون دولار الإضافي. برضه طبعا شباب، بدنا. بس استاذ معليش، إذا ما لقينا لأخت شو نساوي؟ وصية السيد لطفي واضحة وصريحة، يعني لازم نلاقي نرجس، ما في أي حل تاني، خصوصاً أنه حسب الأوراق الرسمية نرجس ما زالت حي ترزق، وما في أي إثبات أنها متوفية. ليش شو عرفك أستاذ؟ الله يرحمه كان طالب مني بيان عائلي لكل الورثة الشرعيين، وأنا بنفسي اطلعت على بيان نرجس، أختكم ما زالت حي ترزق. طالما هيك أكيد رح نلاقيها، يعني ما بدها تروح. يعني معقول بدي أشوف أختي نرجس قبل ما الله ياخد أمانته؟ لك بعيد الشر عن قلبك اختي، ليش هيك عم تحكي؟ والله يا اختي عمك هيك بده. يا هلا قامتي، يا هلا قامتي، كان قلبه محروق عليه. وانتو شو ناويين تساوي خالو؟ اعلام بالصحف، ما في غير هالحل، بجوز نوصل لحدا بيعرف مكانه. يا رب. من بكره اخي، من بكره بتحط اعلام بكل الجرايد. وهو هيك؟ بس رقم تليفون مين بدنا نحط؟ شلون يعني ما فهمت؟ يعني اللي بده يعرف نرجس بمين بده يتصل؟ مزبوط والله اخي، حط رقم تليفوني انا. بالله شو رقم تليفونك انت؟ يعني اللي بلاقيها بدق لك تاخذ انت المليون دولار. بس انا ما افكر بهالطريقه. بس هي هيك. طيب شو الحل؟ ما بعرف، لازم نلاقي حل. اذا بدكم حطوا رقمي. نرجس سببت لعائلتنا جرح كبير، نحن سكرنا عليه بس هو ما سكر. وليكو الدليل، بعد 44 سنة ترجع نرجس، ولازم نلاقي نرجس. يا الله كيف الدنيا. أنا لهلا ما عم صدق، لهالدقيقة ولهالثانية ما فيني صدق انه انت خدعتيني 30 سنة. 30 سنة ونحن متجوزين، وانا ما بعرف انه عندك اخت مفقودة. ما حدا بيعرف عنا شيء. لنفرض جدلا انه هالانسانة كانت سيئة السمعة يا لطيف، هذا احتمال وارد لوحدة طلعت من بيت اهلها تحت جنح الظلام. قلي لي هلا شو بساوي انا؟ شو بساوي؟ أنا موفق، أبو سليم، المشهد لي بالسمعة الحسنة، شو فيني ساوي؟ كيف بدي حط عيني بعيون الناس؟ ما فكرتي ببنتك يا مدام؟ بنتك هي اللي طلعت عيوننا بالطول وبالعرض لحتى شفناها صبية، فجأة هلأ يطلع لها خالي ما منعرف عنا شيء؟ إيه ساكتة؟ عندك شي تقولي؟
مع انه كان عندك طول الوقت لحد مبارح الفرصة انك تحكي لنا كل شيء بالثقة المعتادة اللي بهالبيت. هي اللي حضرتك خايف تكون سيئة السمعة اذا لقيناها عايشة. تعرف قديش ممكن يكون عمرها هلا؟ فوق 60، يعني بيكونوا ولاد رجال. فياريت تنسى القصة مشان ترتاح وتريح. انسى احسن. انسى؟ هاي خيانة يا سيدي يا فاضلة يا مربية الاجيال، خيانة مع سبق الاصرار. ما رح اقدر سامحك ابدا ولا رح اقدر انساها ابدا. انتي طعنتيني بنص طعري. طول بالك بابا. لك كيف بدي طول بالي بابا؟ كيف بدي طول بالي؟ ولك انا لما خطبت لامك سالت عنها كانت سمعتها مثل الفل. تصور لو كانت هالقصه مثلا قديش كانت اثرت، ولك كانت اثرت حتى على وجودكم شخصيا. وفق، في كلام لسه ما خلصته، في جزء تاني بوصية عمي خليني كمله. لا 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 لا، أنا اكتفيت هذا اليوم من المصايب. بدي شهر لحتى أعرف شو بدي ساوي بعد ما سمعت هذا الماضي الأسود. في 6 مليون دولار. متجربي تشترينا يا سحر؟ ماما عم تمزحي. بكرة مر لعن جواد شان تعرف تفاصيل وصية. في 6 ملايين دولار، 3 ملايين دولار بتوزعوا النرجس بمعرفتها على العيلة، واثنين مليون دولار لنرجس، ومليون دولار للي بيلاقي نرجس أول شيء. تصبحوا على خير. ستة مليون. بده يصير معنا 6 مليون دولار؟ ولي؟ هدول اخواتك طول عمرهم بيحبوا الزاحلة. كيف انا اخر من يعلم؟ كيف؟ هذا موضوع مصيري، بيغير مصير كل العيلة وبكل فروعها. يبدو انه الفقر خلاها تسرق. هديك الأيام كانت صعبة كتير 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 قد ما بتتخيلي. أنا أمي كانت دائما تقعدني وتحكي لي قصص وحكايات، كانت تقلي الناس. ألو، طول بالك يا صهري، طول بالك. لك القصة مو هيك يا صهري، القصة مو قصة مقامات. أنا قلت لسحر كل اللي صار معنا بالحرف. طولي بالك وصلي على النبي. خلص بكرة بوزع عليكم نسخ من الوصية، المعلومات مؤكدة. يا صهري القصة مو مستاهلة، بس نحنا ما قبضنا منهم ولا قرش. هدول بالأساس لنرجس مو لقلنا. صهر يا صهر، لك موفق خلصنا بقى، خلصنا والله. ضوشتني طوشتني يه. خلص بكره بنحكي. لك عم اقول لك بكره بنحكي، شباك ما عم تسمعني؟ خلص ماشي. طيب طيب يلا. طيب موفق. لك الله يعينك يا سحر، الله يعينك. هلا اتركني من موفق وسحر، احكي لي عن اختك. والله ما بعرف شو بدي لك يا سوزان، نحن ما بنعرف عنها كثير، بس انا بعرف انه ابي دور عليها فتره طويله. يعني معروف البنت اذا هربت من بيت ابوها بهذيك الفتره يعني شو العقوبه وشو النتيجه؟ القتل طبعا. تماما. وابي ما قصر، فتش عنها كثير بس بالاخر مل. لا تنسي ابي كان عنده اولاد بدها تاكل، وبعد فترة تجوز أمي وأنا كنت بكرة، وشوي شوي الكل نسي نرجس. مشان هيك كنتوا مختلفين أنت وعمك. كان كل ما ينزل على الشام يسأل عن نرجس،
إن هي أختكن، عرضكن، شرفكن، لازم تلاقوها. يعني فكر القصة هيك بهالبساطة، ومنا ندور عليها ومنا نلاقيها. يعني أنا شخصيا ما بعرفها غير بالصور ومنظر مثلي. بعدين وقت اللي خلقت أنا كان عمره شي 16 أو 17 سنة هيك شي. وعمك كان بده منكم تلاقوها مشان تقتلوها؟ الله أعلم. بس لا ما بظنه هيك. يعني عمي كان يحبها لنرجس، على هو حكي حميدة. طيب افرض هلأ ما لقيتوها، شو رح تعملوا؟ وصية عمي لطفي ما بتتنفذ إلا بوجود نرجس. بسم الله ما شاء الله قل والله أحد، بسم الله ما شاء الله قل والله أحد، عليك من عيني ومن عين خلق الله كلياتهم. بسم الله عليك. الحق معك تقبرني ما تقدر تنام، الحق معك. بس اللي محيرني رقم مين بدي حط بالجريدة؟ إذا حط رقم وجواد لها في المليون دولار. اوعى تخلي جواد يحط رقمه. وهو كمان ما راح يخليني احط رقمي. طيب وبعدين شو حتعملوا؟ لك لسه بعملوا قد رؤيه من اهلك هدول. هذا اللي عم فكر فيه. ان شاء الله بتقبري قلبي يا امي. بتعرف لك منزل كانت دائما تدعيني ان شاء الله بتمسكي التراب بيقلب ذهب بين ايديك. ما عم بقدر صدق 5 مليون دولار وفوقهم مليون كمان. يعني بيطلعوا لهم شيء 300 مليون ليره سوري. والله حيغط على قلبي. ومعقول ما بقدر صدق. ليش انا عم صدق؟ بدي يومين لعدهم. بس هلا المهم بدي اعرف رقم مين بدي احط بالجريده. تقبر قلبي. بدك تحاول تقنع اخواتك تحط رقمك انت. ها ما راح يرضوا، ما راح يرضوا. انت شو بدك بالقصه؟ انا جربتها معك كذا مره. اقرب وشن معوستين وآية الكرسي وان شاء الله ما بيصير الا القبول. بسم الله عليك، بسم الله عليك، بسم الله عليك. نحو نحو بيت. بسم الله. لا بيسألك المصاري بتحليك من القلب. ايه تعي لقلي.